Prima kami santi. في مقام الصمت غراس نازفات مزروع الصبر كدمع القصيد كدمع القصيد لها عد لها ضي يظمأ ليرويها فهو شاعر بالفطرة صفي أو نبي كموج بحر تهالك فلملم جزره سأرتجي والارتجال سيد المواقف لم أكن أعلم أنني سأخذ الكلمة فاجبتموني لهذه الكلمة لست بالعوية ولا أطرق فأنا بائس كل عن هذه الأضواء ولكن حينما قيل لي بأن سره سيكرم قلت في نفسي هذه الفرصة واشتقت لرؤيته لم أراه منذ 40 سنة منذ 1980 شق طريقه الليل شققت طريقي في الداخلية وكل الأخذ إلا إن شاء الله أن نلتقي مع هذا الوجه الكريم تقاسمت معه أشياء كثيرة وكان الدرس يتعلق وأنا لازلت أتفكر ذلك كان يتعلق باللزاز كتف بوسيسيف بوسيسيف لمياء 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 السي العربي سأل تلاميذه بواحد الكسير سي سرابيل والتلاميذ جميعهم لم يوفقوا في الإجابة فرأيت الدموع تنهمر من عينيه غريب لماذا سي العربي ماذا وقع لك؟ ها إلى أي مشكل؟ قال لي بأن تلامذتي جميعهم لم يستفيدوا من ولم يتوقفوا في الإجابة والعيب في لان لم يكن هناك كوميونيكاسيون ما كانش هناك واحد التواصل بيننا وبينه فهذا النوع من رجال التعليم ان لم نقل اصبحوا في خطر كان او ان هذا النوع هذا الصنف والله جزاهم لانهم ذهبوا بعيدا في المسارين كما قلت ابتدا معلما صغيرا وانتهى باكبر اطار في التربيه في التعليم وهذا يدل على صديقنا السي العربي ثبوت المتواضع الخلوق الذي كنا باعتبار طلبه بعيدا كنا نقضي اوقاتنا جميعا مع الطلبه كان يقول لي بانني كنت تكون بعيدا وزير سابق منذ تقريبا واحد سبعه وزارات ثم وزارة الداخلية وزارة الدفاع الأصل ديالو كان أستاذ معلم معلم مدرج وكان واحد ريبيتاتور واحد ميسات ومن بعد وزير الدفاع وزير بنت أصبح دخل دغيتك أكي كان ظل بنت أصبح ما فتئ وما انفك وما زال دخلت اخواتك انا ثم اتذكر استاذي للغه الفرنسيه Je crois, Esperantose va au marché. Oh, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Ah, oh, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de ses officiers, ses sabots noirs et ses cornes zébrées. Ok, pour le place de la Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Elle possède bien. Gesticulé. Yahdar, wahoua, yumain, yani yokalli.
انه ديما عينيه. ملي دخلت لقيت هذا الجو هذا وتنبأت بان هادشي غادي يكون زوين. الواحد يتحكم في كل شيء الا الافكار اللي كدور له بباله، الفكره هذا كنزل عليه ما تعرف منين جات. وتنبأت بان هادشي غادي يكون زين وقلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على انني عشت حتى شفت في العشرين العام حتى نقراو معايا انا واحد العدد ديال الدراري ما وصلوش، واستسمحكم انا غادي نطلب من واحد الضيف عزيز بزاف ما تيعرفو حتى واحد هنايا، وراه شد الطريق دار الطريق طويله بزاف، وغادي نعطيه الكلمه سحمي. شكرا كبيرا حينما اختارني السي سربوت العربي. ولن أسميه سربوت العربي وإنما سأسميه بالاسم الذي كنا نطلقه عليه أيام كنا صغارا، وهو آنذاك إطار في التعليم. السي العربي كنا نسميه العربي والتشميطي. العربي والتشميطي. يجب أن نذكر العربي وأن نذكر أباه الذي سهر من أجل أن يكون العربي في هذه المرتبة الكبيرة. سأختزل كلامي وأختزل تدخلي وأختصر باختصار. عايشت عربي وأنا كنت في الستينات، كنت في التعليم الابتدائي، وكان العربي والتشميطي كان آنذاك كان إطارا في التعليم، أي لن أقول معلما ولكن أقول تتلمذت أو تتلمذ الكثير من الأطر الحالية الموجودة حاليا في المغرب، وسبق لي كذلك أن تتلمذت عليه وإن كان ذلك في برة صغيرة حينما كنت أرافقه على متن حافلة برنوسي من عسبة إلى برنوسي لكي أتلقى دروسا تدعيمية في اللغة الفرنسية. العربي يجب أن نذكر العربي والتشميطي وأذكر لغة سام. لبصمة كبيرة لرجال تتلمذوا، رجال شاهدوا وعايشوا الأستاذ عربي سربوت. مسامحة من السي عربي سربوت. بزاف 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 راه قدمها هنا مع التضحيات والصحابه الليالي من اجل باش يطلعوا الشباب شباب، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يجازي عنا كل خير، الله يرزق الصحه ديالو والله يرزق السلامه ويعطي داك الشيء اللي كان كيتمنى باش يخرجوا الشباب اللي ولادو والاسره ديالو وجميع المغاربه. هذا الجهه. من جهة أخرى كنشكر الجمعية المجموعة لأنها فكرة رجعتها إنجاز، والفاصل ما بين الفكرة والإنجاز كاين واحد التضحية، هذه التضحية ما كيقوموا بها غير الزعماء، غير الناس اللي عندهم واحد الإحساس ديال المواطنة وديال الربا. مساء الخير، لكم كهدي الورد كهدي الحمام خطير الأمر ومكروه الزمن خطوفا من بعيد وتقدم. أشكر جزيل الشكر عن تواجدي وبيت كريم أستاذ عربي الله يطول الله في عمرك إن شاء الله الحبيبة أنت قصيدتي فهي الأموال إلى بكي ووعد الحر وإن لم يفي فقد وعد. وما كل نفس حين تلقى حبيبها تصل، ولا كل نفس عند الجفا والغياب تستر.
وبداخلي بقايا لغيابه تدمع. قلبي ينادي بعد الحنين رفقا بيك، ومن من غيره لفراغ يسده. أبكيه إذا اشتقت للغياه، والشوق يا أبتي يؤجل لهيبه كلما لامس الجميل يداه. الحزن أقبل كالبحر جارفا بأمواج الجرح يلين بشكواه، وترحلت وأنيت. مساء العلماء، مساء التعليم، مساء التكريم، مساء الجمال في قلب جميع. الحقيقة هما إلى أنا فرحان اليوم. علاش؟ بركت وصل واحد السير كيحمل القرآن، وواحد السير نزلو. كيف نزل القرآن؟ هذا من الناس اللي كيقولوا لنا اقرأ، وبذلك من الناس اللي نزلوا القرآن. وهاد الناس اللي نزلوا القرآن يحترمون ويكرمون ويشرفون. لحد الآن أنا عندي قصة مع معلم باقي كنقلب عليه، سميتو محمد بن بتاع. لو وجدته يوما غادي نقبل ليه بجديد، لأن بواسطة هذاك السيد أنا اليوم هنا كشاعر وكإطار وك 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 وك. رجال التعليم أنتم الشرفاء، أنتم الأولياء، أنتم الرسل، وأنتم من بعثكم الله لتنزيل القرآن. شكرا لكم جزيلا. ونديروا الزجاجة. القصيدة بعنوان ألالة بنتين. ألالة بنتين. ألالة بنتين، أعطيني منك قدرة عسل نواطي الأرض، مسرح طريقك ليا ونهد الجبل. آري لي من تمرك لحلو سلل، نزرع منه واحة طير الخل. ألالة بن سيدي، ألالة بن سيدي، أعطيني من عينيك داك الشفر لك حل. نحصر ونحش فيه عدياني نديرو من جل، مدي لي نظرة من عينيك جود وبطل. نزرع في هاد الكل تطلع طاووس وحجل. ألالة بن سيدي، ألالة بن سيدي، ياك عيني اللي راتك والقلب حصل، وشوفة بعد شوفة واد العطفة حمل. بعشقك هبلت وتصطيت خف العقل، من جوعي ليك الكستة هزت والوجه تبل. ألالة بن سيدي، ألالة بن سيدي، أعطيني من شعرك ضفيرة حبل. نكتف ليك يدية وفي رجلية ندير منها قبل. أعطيني كلمة من حروفها ليك وبيها نسجل، نحلف بيها على باقي نسب الكون نرحل. ألالة بن سيدي، ألالة بن سيدي، سيط من عينيك نظرة في أعماق الطل. رجع منها سحابة تبرد ما بيا تسكتر وتبلل. جهدي سالة وحيلتي قليلة والجسم تعل، واش من تقبى يدخل الجمل. ألالة بن سيدي، آري وتلاري. ألالة بن سيدي، آري حاجبك من قيد حرن تشوكي ليك ندير وضل. رشيني بتبسيمة من فمك الزائع طور ورد وفل، ولا ضحيكة تغريدة تطوير في قلبي تفتفت وليه تخلخل. آري كلك شجرة بشترها وعروشة فدات تغلغل. ألالة بن سيدي، ألالة بن سيدي، سكنتيني قتلتيني ريك حلقي صبح خل. عرفت العطفة تشيب الغراب وتفاحي عود حنظل.
نبحيك ونموت عليك اليوم والبارح وقبل، انت بنت العصر والكرام، كوني ليا ارباح وفضلنا. سلام يا بنت سيدي. انا يا بنت سيدي رشيني 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 بعطرك فايح بريح عود طماري وصندل بهاك خداني سباني اداني، قولي اجي لا قولي رحل، نعين وصف شمايلك صورتك فوق ما تتخيل، تزيان الكاميرا تزيان الكاميرا وتسلف شعاع من الشمس والبهاك ما توصل. هذه ماشي كذبة، هذه حقيقة كاينة. أنا بنت سيدي روحي روحي معذبة بلا بيك ودماغي نغل ودمي فوق نفكر فيك ليلي ونهاري وهكا نفسي وهكا نضل. خسارة وخسارة خسارة عاد تمشي تراجل. أنا هادشي قريتو باقي ما وصلت قريتو، وجاب شهر رمضان نهار اللي قال لي قلت لها بريد قال لي نعم قال لي سيري دراجة أنا ماشي نسلم واحد. الله أكبر. تم الاعتراف بالأستاذ بالمعلم، وبحال اللي وقعت لي وقعت لي في أناسي مشيت نصوب لاكات ناسيونال. أنا دخلت نصوب لاكات ناسيونال العميد خرج القناة تنقول لي راني بمحفظتي راه خصني نمشي لمدرستي، هذا التلاميذ اللي كيتسناوني خصني اشنو غادي ندخل ندير بصمه ونخرج. المهم خرج ولا ماذا الذي تدير لي صباح في المساري. مني خرجت قال لي تسني شويه، تسنيت مني خرجت لقيت استاذ اللي قراني في تحضيري سي خرويش اللي كانوا في البرنصير تعرفوه في المدرسة القديمة كان سي خرويش. لقيتو تنعنقو هكا وتنعود تنداخل ليا ماذا قلت لك راني نصوب لك علاش كتعودي؟ قلت لي لقيت الأستاذ ديالي قال لي هذا أستاذك والسيد شاب. قال لي هذا أستاذ قلت لي قال لي أنت قراني؟ قلت لي قراني في الستينات. هذا السيد قراني في 61 62 في تحضيري. إيوا باز روح عقل على هذا اللي نعقل عليه. قال لي انا استاذي ديال البكالوريا ما بقيتش عاقل عليه. قلت له انتوما جيل اندغا. انا تنتقدم سي سبوت بواحد الحكمه كانت عندي في الحياه ولا زالت يعني من نهار اللي دخلت للتعليم، لانني خذيت القدوه من الاساتذه ديالي كانوا من المعلمين ديالي واخا كانوا فرنسيين كانوا مغاربه الى اخره. المهم عطاونا القدوه فينا الاخلاق، ولا ما كانتش الاخلاق وما كانتش الشغل الوطنيه السابقه وكانت هذا راه ما يمكنلكش تعطي. كيما كانت تعجب المفتشين تيجوا الى اخره، هو ان لم تزرع وابصرت حاصدا ندمت على التفريط زمن الزرع. تنقول ان السي سربوت زرع، زرع المحبه، زرع المعرفه، زرع حب الناس، زرع تقرب الاطفال، زرع كما قال السيد قبيله الكوتش ديالهم الى اخره. وها هو اليوم تنشوفو تيجني وتيحصد داك الشيء اللي زرعو. فالله يزيد في عمرو والله يعطيه الصحه والعافيه والله يتعبو وليداته، لانه الاب المثالي والاستاذ القدوه، وما احوجنا الى تقاطع الاعتراف. وهذا الاعتراف اللي كنشوفه الان